السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة جديدة. هاي اللعبة ايش اسمها؟ ما بعرف اسمها، سوبر هوت. المهم بس انا لعبتها طبعا لحالي، بس خلينا نفوت عليها. تمام. طبعا نشرح لكم ايش اللعبة. اللعبة هاي باختصار انه هي مثل انت رجل زجاجي والباقي حوالي كلهم ناس زجاجيين، فبدك تهاجمهم تقاتلهم بايدك او بالاسلحة المتاحة. بس ولكن في شيء حلو فيها انه هي بالسلو موشن، يعني هي تكون هنا اشوف الاوع بيمشي علي ببطء، وبنفس الوقت انا عم بتحرك ببطء، بس مجرد ما انا عملت حركة سريعة هو مباشر بيصير كمان بيعمل حركة سريعة مقابلة. لعبة جدا ممتعة، طبعا لعبت منها جزء انا بالاول، جزء التعليم، ولعبت منها شوي. حاولت اعيد دراستها من الاول بس ما قدرت، فلذلك رح نكملها من هون وماشي. والله خلينا نبلش بالفيديو، ليتس جو. والله رح تستمتعوا يا شباب. والله طبعا انا سماعه ما بدها، لانه اساسا كل الصوت رح تطلع تكسير بلور ما تكسير بلور، فخلينا نعمل ستار. هاي اول خبطنا بوكس، هات هاي واعطي الهدف. اوه ضرب لي قلب، يا الله روحي ضربي. على طول ولتين بقى. خود ايوه. شوف شلون، لا شوفوا عم يمشي بالسولو موشن، شوفوا عم انا امشي عم احكي. شوف شلون، انا اكثر شيء حبيته فيها اللعبة. شوف صحيح، اللي بده اللعبه هي موجوده بايبك جيمز، هي لعبه جديده نزلت اسمها سوبر هوت. تمام. شوف هلا انا بدي اتحرك بسرعه، في هذاك معين علي بمسدس وهذا عم يحاول يتقدم علي، فلازم انا افكر ايش لازم اعمل، فالافضل اني اهجم على هاد. اوف في واحد ثاني، يا الله نزلت عليه. يو ار فيكتور يو ار باك. ايش واحد جاي من وراي. واو شكله في هذا ضربني من ورا كمان. تمام شكلي خسرت ولا ربحت؟ عجب. لا شكلي ربحت. وين طبعا هذا ما راح تكسر. شو بدي اخذ الطاقة من انت؟ خلاص ما عبر عندي فكرة. اوه فريقني. تمام. الحلوة فيها انه سلو موشن، بامكانك انك تفكر، يعني عرفت شلون؟ على اساس انه البني ادم عم يفكر ايش بده اياه. بقول اي مسدس، شوفوا احلى شيء مسدس تهرب من مستر قتل. هي بالاول تطرقتي طرقته. بقول اي واحد تنجح. مين القايم؟ ماذا؟ واو جا. والله لعبة ممتعة. هلا شوف جوز انتم ما استمتعتوا مثل ما انا عم بستمتع، لانه انا لعبة كسر وانتم لعبة تكسروا اكيد. يعني مثل ايش؟ لما تكون انت خطوبك، مثل لما تكون انت كامش صحون بلور عم بتكسرها، غير لما يكون انت بارك عم بتتفرج شو عم بتتكسر صحون البلور. هي هات الثانية. انا شفت واحد كان عم يلعب بشو بالسيف منزلينه برا بلاير. السيف تقدر تقص اي حدا موجود قدامك. نايس. بس اذا مسدس عنده كان هو. واخ كان هو. كان نايس 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 نايس. ضرب المسدس. مش لازم معك شوي. بس ليش هيك طالع نصا؟ شوفوا شايفين شلون الطلقة جت؟ شوفوا كل ما تحركت بسرعة. والمصيبة إذا درت ضهرك، شوف لو درت حالي هيك جد بلا يشوف عنها. شوف شلون عامل شغلة ثانية. سيف سيف سيف. واو الله وينك. سيبوا النينجا. والله لعبة ممتعة يا شباب، قسما بالله. والله توبة لا تسدني عن خطوة. والله هي مسدس في نص راسك. خلوا بالكم مش بكون ورا بعض. طواية هي كان ببجي. عم يطلع لك واحد جاي من ورا. هي سيف؟ ايوه سيف.
بس ما يكون معه مسدس. هذاك اتوقع معه مسدس، بس خلينا نخطط لها. وات روح لقلب الكلب. هاي ثاني ضربة كلتها بعد اول مرة. يلا ما في مشكلة، انت الاقرب يعني. نصيبه نصيبه الاكبر. خسرت. نصيبه الاكبر لازم انا اضرب هذاك بعدين اضرب هذا. انا ما في شي مفكر فيه. بتمنى غير نقطة بوكس. كسرت راسه. احلى شي تنطج. شايفين شو 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 منطلقه. شوفوا كسرته. من غدرني الكلب. بس منيح نفدنا 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 تيريرم نفدنا بكي. لا والله شكلنا عدناها يا معلم. لا نفدنا ولا بطل. تمشي خطا فيو هذا غيري. يلا دي خذي بوكس بوكس. بس هذي من وراي وين شي شغلة نشيلها يا شيخ. انت معك المسدس. لا انت اللي معك المسدس ابو. والله ما مات الكلب. ما كل شيء وصدق عايش. هي جبتها براسه يا شباب قسم بالله. اخ شلون قدرت اصدها بالبوريه شلون؟ انا لو شفتها بالحقيقه ما بصدق. ايوه بدنا نرمي عليها بلوك حلوه. هي خذ هي لك وانت خذ هي لك. صدق صدها يا معلم. والله قدرت نزل ولا شو ننزل. هذا غش. شوفوا شوفوا هلا شوفوا انا ما بتحرك بسرعة. شوفوا شلون انا بتحرك بسرعة. هلا شوف اتحرك بطيء. اوه في هون سيف سوم وراي. عجب قدر انط. اي والله قدر انط. اي ما قدرت اخذوها. وات ذا فك. هاتو لك هاتو. كاد ان يقتلوني. هذا ما مسدس. هو تقل ذاك روح. هذا المسدس وارمي بطلقاتك. ابو صد الطلقه ابن اللذينة. واو قتلت انا. ضربت من ظهري. لازم ما ينزل المسافة. وانت اللي ليكم. ايوه كنا هو نرجع. اوه كذا شلون اخذ بالطلقه هلا. وات ذا فك مين. اوو كشرتك. هي ما تدري خذ هي لالا. خذ هي لالا. هذا السلاح الكلب هذا. شوف شلون قصقصتو. هو سيف السامور. شوف 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 بالله عليكم. شوف شوف طب خطا بالطير. شوف نو امو. مني فزت والله بجد. بيرفكت حلو. بارك ورا البوفيه. لا لا تقرب لا تقرب لا تقرب لا تقرب لا تقرب. هذا وين المسدس؟ ادخل الطير. وينه؟ هسه ما تموت انت. في واحد جاي من هناك. خذ انت. والله قلبته. والله بلحق صد الكلب. مين ضربك؟ لحق صد كل شيء. مصد له كل شيء. اخيرا اخذنا السيف الساموراي. بس في هذاك معه مسدس. مصيبه. you
اي فوكتو. في واحد من جيت وراي كلب، من جيت وراي ما علينا، اللي جا وراي غدرني قسم بالله. استغفر الله العظيم. شوف شوف ما اقدر امسك نفسي. اول طاقة اكلها برازي. طول بالك ورا. اه رجعنا بنايم كده بيت المطبخ. شكلنا خسرنا. ابو لو ما يلمح احنا دايما الطلطة. كسرنا المسدس. والله لا تكسر المسدس وطبخنا شكلنا. اذا قربنا اكثر اكلنا الطلقة. ايوه قول انت الطلقة. قول اسمع هذا يجي من وراي. تمام الو 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 لا 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 جبناهم كلهم يا لطيف. ايوه نفد ياوب ارجو لك كلب. لا ما شلون نختار هذا. كنا هو انا اكلت وخلاص. نعم اثنين هجمين علي. قصيتو قدام الوضع هذا. عم سيبي وين بدي اروح؟ وين السير تبعك يا كلب؟ وين السير تبعه؟ في الضربة جاي ما؟ هذا كان ضار يا الله. ميسي صولا لعبة جميلة. خليك تفكر أكثر. تذكرته هذا نكال نفسه. ما أقدر أخذ منك السيرة. حيفين أصواصك. بخش تلو روت وبخش. تذكرته هذا السير كنا وين واقفين هنيك بدك طلع فوق. فأكيد راح ينقلني شوي تاني لفوق. انت بدك تجيني من الطرف. هي انت بس من ورا. او سوبر نفذنا. والله نفذنا. طلعت هي مهمه طويله بس خلصت. ما نجحت فيها بتاعتك. لا ما نجحت فيها ترد تعيد من الاول. حلو جميل. انت بدك تضربني رصاصة خذي في نفس الوقت كلها. مع الساتر. وين المسدس تبعك يا كلب؟ هذا وين؟ وين المسدس؟ المسدس يا المطي، المسدس يا المطي. خذي خلصنا. هذا اللي بيعمل وراي يقدرني. شكلي ايوه قطعتها بسرعه فهو راح يسوي لي ريبلاي. تمام اي اندرستاند يو. حلو اهم شيء ما حد يجي علي من ورا يقدرني. سكوت وات ذا هيك. اروح التالي. ابوه منين جاني؟ خذ انت هي انت هيك. خذ انا ضارب القريب مو ضارب البعيد. انا عندي معه سيف. اذا اخذت منه السيف كويس. سوبر هوت. ايش 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 طول. هي ابره ولا قلك هات المسدس. مدت ولا ما مدت؟ ما بيناتنا. حلوة هي. شايفين شلون السلو موشن ما احلى؟ شايفين؟ موت لك. والله اللعبة حلوة.
طبعا انا هحتفل هذا القدر حاج لانه اتوقع صار الفيديو شوي طويل او شاري شوي غير مناسب انا احسه، فراح احتفل هذا القدر ان شاء الله بالبكره. اذا اجيب لكم الفيديو طبعا هذا راح نوصله تقريبا، اطلب منكم ان نوصله خلينا نقول 40 لايك او 50 لايك، يلا 40 لايك 40 لايك. اذا وصلنا ان شاء الله هذا الفيديو ل 40 لايك راح ينزل لكم فيديو ثاني عن هاي اللعبه، بس اهم شيء تحطوا لنا لايكاتكم وتعليقاتكم اذا انا تجاوبكم هاي اللعبه، وطبعا رابط شراها بصندوق الوصف راح تلاقوه موجود ان شاء الله من ايبك جيمز. وبس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انتظرونا كل يوم فيديو جديد حلقه جديده ساعتي. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.